الطبيبة ميمونة عبد الرحيم من فريق التطبيب عن بعد. بدأت العيادات الإلكترونية للتطبيب عن بعد مع بداية جائحة كوفيد-19 للتجاوب مع الاستفسارات من جميع أنحاء الدولة وخارجها من قبل طاقم طبي مدرب وتوجيههم بما يتناسب مع سياسات وإجراءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع. الطاقم الطبي يتحدث بلغات مختلفة كالأوردو والألمانية والروسية ولغات أخرى متعددة، ويمكن الوصول للفريق الطبي من خلال 3 قنوات وهي الموقع الإلكتروني، التطبيق الذكي COVID-19 UAE، والخط الساخن 800-51.